جانيك التركي، المسدس الأول بلا منازع. مفاجأة 2024، مسدس جانيك يكتسح المرتبة الأولى في أمريكا. حصل المسدس التركي SFX ريفل المصنع من قبل شركة جانيك لصناعة الأسلحة على جائزة أفضل مسدس في الولايات المتحدة لعام 2024، والتي تقدمها مجلة إندستري تشويس أوردز، وهي واحدة من أهم الجوائز في مجال صناعة الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد فازت شركة جانيك بجائزة أفضل مسدس للمرة الثالثة على التوالي وللمرة السادسة في مجموع السنوات الثمانية الفائتة. ومن الجدير ذكره أن جانيك إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع الأسلحة الصغيرة التي تعمل تحت اسم سامسونج يورد للصناعات العسكرية، وقد فازت بجائزة أفضل مسدس لعام 2017 بنموذجها TP9 SFX وبنموذج TP9 Elite Combat لعام 2019 وSFX Rival لعام 2022 و23. مسدس SFX Rival SIR 19 في 9 ملم مجهز بمشغل مسطح من الألمونيوم خفيف الوزن بزاوية 90 درجة، لذلك يتيح للمستخدم القدرة على إطلاق سريع بدقة عالية وبأقل ارتداد بفضل هيكله المثقل. يبلغ وزنه 2.61 رطلا على 1185 جرام، وطوله 8.9 بوصات على 205.5 ملم، وسبطانة بمقاس 5 بوصات على 127 ملم، وارتفاع يبلغ 5.75 بوصة على 145 ملم.